اليوم راح نشرح يونت 5 الفصل الخامس lesson 1 الدرس الأول past ماضي present and future مضارع أو حاضر ومستقبل past ماضي present حاضر أو مضارع and future ومستقبل when I was younger عندما كنت أصغر My mom dressed me أمي ألبستني أمي ألبستني dress ضفنا لها إيدي للفعل صارت بزمن الماضي When I was younger عندما كنت أصغر I liked أحببت like يحب ضفنا لها فقط دي صارت ماضي liked أحببت أيضا النطق مالتها صار ينطق كتي حرف تي وليس دي liked liked playing اللعب with toys مع الألعاب I liked playing with toys مع الألعاب toy لعبة toys ألعاب my parents والداي fed me هنا عندنا فعل شاذ feed يطعم fed أطعمه feed F double E D الماضي راح تكون مالتها شاذة fed F E D F E D أطعماني والداي أطعماني هاي كل هاي الجمل الثلاثة بزمن الماضي now اللي هو زمن المضارع present أو الحاضر now I dress myself أنا ألبس نفسي here I هنا I'm putting on my shirt put on أرتدي putting on جملة بزمن المضارع المستمر المضارع المستمر متكونة من I أو الفاعل بصورة عامة زائد فعل كينونة مناسب الآي فعل كينونة يأخذه I'm putting فعل صيغة ing بما أنه الفعل متكون من مقطع واحد منتهي بحرف صحيح اللي هو T قبل حرف علة واحد عندما نضيف ing نضاعف الحرف الأخير ونضيف ing putting putting here I am putting on put on يرتدي putting on أيضا أرتدي my shirt قميصي I dress myself ألبس نفسي here I am putting on my shirt أرتدي قميصي I like playing computer games أحب لعب ألعاب الكمبيوتر I like playing computer games هاي الجملة بزمن مضارع بسيط المضارع البسيط يتكون من فاعل I الآي تأخذ فعل مجرد like فعل مجرد من أي إضافة إذا كان الضمير he أو she أو it فالفعل الرئيسي نضيف لأس بما أنه الفاعل I فيبقى الفعل مجرد I like playing عندما نحول أي فعل إلى اسم نضيف ل ing play فعل وثناء ل ing تحول إلى اسم playing هذه ال ing تختلف عن putting هاي ال ing هذه فعل مضارع مستمر هنا الفعل مضارع بسيط لكن احتاجين أن نحول الفعل إلى اسم هنا لكي يكون مفعول به الفعل الرئيسي هو like هنا مفعول به computer games ألعاب الكمبيوتر here هنا I am playing a new game أنا ألعب
رجع لنا فعل المضارع المستمر I، تأخذ فعل الكينونة am، الفعل الرئيسي نضيف لـ ing تكملة الجملة a new game here I am playing a new game، هنا أنا ألعب لعبة جديدة my little brother أخي الصغير is watching me يشاهدني my little brother، هاي كلها الجملة ضميرها هي أخي الصغير ضميرها هي، الهي تأخذ زمن المضارع المستمر فعل الكينونة is ومن ثم الفعل الرئيسي بعدها نخليله ing watching me يشاهدني أخي الصغير يشاهدني. I can feed myself أستطيع إطعام نفسي here هنا I am eating spaghetti أنا أكل spaghetti okay. هنا أنا فعل أو جملة بزمن المضارع المستمر I بعدها فعل الكينونة am وراها الفعل الرئيسي خلينا له ing زين ليش مضاعفنا الحرف الأخير لأنه الفعل يتكون من مقطع واحد eat لكن قلنا هنا أنا أنه ضاعفنا الحرف الأخير لأنه يتكون من مقطع واحد منتهي بحرف صحيح قبل حرف علة واحد هنا أنا الكلمة تنتهي بحرف صحيح قبلها حرفين علة الإي والأي إذن ما نضاعف الحرف الأخير eating eating in the future في المستقبل I will buy my own clothes بالمستقبل البسيط نستخدم will معناتها سوف أنا سوف أشتري I will buy my own clothes ملابسي الخاصة my own clothes I will buy my own clothes I will be an IT programmer سوف أصبح أو سوف أكون مهنة IT programmer من بادية بحرف علة اللي هي الآي إذن قبلها نخلي الأداة an IT programmer I will be an IT programmer سوف أكون مبرمج I will cook my own food سوف أطبخ طعامي الخاص سوف أطبخ طعامي الخاص المستقبل البسيط يتكون من الفاعل زائد will بعدها الفعل يكون مجرد من أي إضافة cook be buy